بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ولقد جاءهم من ربهم الهدى
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
فَلَا تُزَكُّوا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر
أزفت الآزفة ليس لها Oh,